ما يكون هالمسخوط طاحلو ماشي نزل ارجع ما شعرك انا زيد 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 جلس يا ابني جلس جلس ايوه برافو يلا اشرب هاي اشرب هاي الحرير ها هو تجيب جيب الماكينة من عند رشيدة عند الطانسيو لا خصو ياكل دابا ما ضربات الشم هذاك النهار هكا قالتي راهي باهو بسم الله بسم الله يا قل بسم الله شو عينه شو عينه قرب عين شوف شتي هنا صوت عالج عالج شوية باش نعطيك الدواء انا خلعني خلعني يا ويلي هو صبر هل شو يعني لا 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 اذفر كل شيء اذفر كل شيء أمي وش هو الخاطر باش كتحس خالي باش كتحس صافي هذا ها مالك هو هنايا الله غير المرت خالي تجين ها زيد زيد كل شويه كل الله غير خالتي رحمه كل شويه قلت له حنا قلت له شاف اي بالي انت رحمه وهي عيانه تري كولي خاليني وا ما تجيش عليا راني مضيع ولكن خصك تاكل عام ايوا ايوا خصك تاكل وانت زيرني والحرق زيرني انا زيرك شايف شويه هي عليك جيب لي شد راسك ها لا يدي فاش لينا انا ولا حرقت وخليني نوكل لك كل بعد كل بعد مريض مسكين مريض مريض خالي مريض مسكين وسام مريض هو مريض مريض مسكين ايش يلا زيد ترى لو اشرب اشرب ها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الماء هو اللي غيفاجئ لا تعطيه الماء شحال ما تعطيه تعطيه ياه ملي كيطيح لك الطانسيو شنو كدير يا خالتي؟ كيطيح لك الحلاوة خاصو شوية التمر خاصو شوية التمر الحلاوة حلو ولا حار؟ إيجان تم ذاق فينا حلو حلو مزيان مزيان هذا هو اللي هذا هو اللي غيقعد له
الله يرحم الوليد. الله يرحم الوليد. الله يرحم الوليد. نزيد شوي شي كاسه ولا ها؟ ايوا هذا فالدار. ما تحشد البرد. ها؟ والحريق دابا مشى البرد. الحريق. باش كتحس اخالي باش كتحس باش كتحس ها حريق حريق فين عندي الحريق فين كلها كتحرقك ها كلها خبيز ها 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 كيوا باش ما يعاود يطيح لك طونسيو يطيح بالجوع واش يطلع ولا يطيح كيطيح هو كيطيح له ديما ايوا صافي عاد الحلاوه دابا يفات دابا يتقاد دابا يتقاد ملي شربت السكر غيتقاد ان شاء الله انت غير هنا حكوني دابا غيتهد هنا هو هذا يعطي الحركة النوار يا الله يشافي الله يشافي دير له هاد كاينة هادي دير له هاديك ولا دولي دير له دير له دولي دولي برايم ها دولي برايم لا ما يقدرش يشرب مزيانة يحلو ما يقدرش واخا دير له هاديك دير له هادي للدوب واخا عطيو يتعالج اللي راه سخون شوي اه هي هاكا تنبرد تنبرد دابا هو يخرج في الليل اودي دابا في هذا الوقت ماشي لي برد اوه عندي فينا الصهر مع عبد الله انا ديك المره كان يوقع لي انت ولدي شكل هو شكل هو مبرد انت ما غاديش على الصفيط مال هو داك الباس ديال بس بزاف يعرق اي ملي كيعرق كيضر كيرد له البرد ها كم شرب شرب الماء في الأول يا شرب هاد الكينة الله يرحم الوليد مزيانة هاديك غاشرة لما نفعت ما ضر ضر الراس هاديك الراس والمفاصل وكل شي عود عليها تقرع بحال مناطة انت دابا غتولي مزيان ان شاء الله الناس يدعو معاك تكا غير بشوية عندك هاك ويا 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 وارتاح المشاهدين ديالنا تبارك الله عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم معنا فيديو جديد كما شفتوا معنا عم احمد عيان شويه واخيرا ضربوا البرد يمكن 100% البرد راسو سخون وداتو مهم المفاصل كيقول لك داتي رهيبه سكوت سكوت دابا ان شاء الله نعطيو البقر ياكلو نعطيهم شويه الزرع كنحشوهم شويه الزرع الربيع هاد العام ما كاينش مع قلة الشتاء قلة المطر ربيع قليل دابا نعطيهم شوية الزرع هذه النقلة ديال الفلفل وهذه البرانية هذه اللي الفوق
شويه القرع الحرشه ها هي درناها هنا والكلبه ما جبرت فين تولد غير هنا. ولاد هنشوف ولادك هنشوف ولادك نوض جرير وين شحال ولدتي جوج ثلاثة ايوا مبروك عليك هاي تسنى احنا ما جايين ايوا شوية اصبر ها هو جاي نضرب نضرب الخضار العلف ما كاينش غالي كل الزرع خضر ولا لا ها شو كدير طيور انت شفت الطور كنت كيجي لي خاوي رقيق هذيك الجدة جات زوينة هذي التعميرة يا سلام ديال برا يعطيك الله الصحة والصحة هذا هو الفطور ديالنا وهنا الفول الفول واعر ها ما ندير معاك فول حيدنا له حوايج حيدنا له حوايج فول بلا حوايج هائل ما شاء الله هائل عم احمد شويه وزنناه سنة 15 وزنت طونسيون عند رشيده شحال جبر 15 شوف اذا كان 12 راه مزيان 15 ايوا طالع وراسك ما حركتش دابا شويه حريق ودعوا مع المشاهدين الله يجازيكم بالخير دعوا لنا مع محمد إبراننا راح لك وجد الصوت ما كان وجد الصوت انا عايش انا اي وقت كان هذا هو الصور ديالنا صوتي العنوان ديالنا ديما البساطه لا الفول هو الاكل الرئيسي يعني وهذيك الشهيوه اللي كنديرو مع الفول تكون زايده صحة بطولكم وصلى عليكم